لما نتكلم هنا عن أول فتاة عربية بتحصل على لقب حكم دولي من فيفا وكمان ملكة جمال وحصلت على ألقاب عديدة جدا في هذا الملف، يعني كبير الموضوع ده لما نربط الكلام، بس هو ده الفقرة أو هي دي موضوع الفقرة، إن أنت بتتكلم عن يعني نموذج حلو ويا في جمال في رقة نسائي ولكن ناجح جدا، في تحديات اكيد واجهتها كتير واكيد عندها طموح كمان اكبر. خلينا نعرف اكتر تفاصيل من ضيفتنا شيماء منصور. صباح الخير. صباح الورد. فقره ناجحه ان شاء الله. ان شاء الله ربنا هيكرمنا جامد باذن الله. اولا سعداء لوجودك معانا شيماء، منورانا. صباح الفل عليكي. صباح الورد. ويعني من خلال التقديمه اللي سمعناها من نهاوند ومن خلال التقرير اللي شفناه مع المشاهدين، واضح ان انت عندك شغف بعالم كره القدم بشكل عام والنسائيه بصفه خاصه واكثر دقه عالم التحكيم. انت حتى عندك طموح فيما يتعلق بتطوير التحكيم في كره القدم، فمش عارف نبتدي معاك منين. هل نبتدي مثلا من خلفيه عموما قبل ما ندخل في تفاصيل الكوره؟ يلا نبدا تكلمينا عن نفسك. الاول صباح الخير. صباح الفل. متشكره جدا جدا على التقديمه الحلوه الجميله اللي زيك كده، وانا بجد سعيده جدا جدا ان انا موجوده على قناه جميله زي قناه الاهلي وليها جمهور عريق وجميل، ومبسوطه جدا ان انا موجوده معاك يا كريم. ربنا يخليكي منوره. وبس ايه ابتدي منين تحبه؟ عرفينا عنك، يعني درستي ايه؟ الباك جراوند بتاعك ايه؟ الشغف ده اصلا كمان ليه فكره هنا الرياضه؟ لان ده مش كومن قوي او مش سهل تلاقيه بين برضه البنات. دي حقيقه. يعني معرفش، في الاول كنت بحب الكوره جدا، وفعلا دي ما بتبقاش دايما ما بين البنات ان هما بيكونوا بيحبوا الكوره، وكنت الاول بلعب العاب تانية زي اي بنت في الدنيا بتفضل تجرب كده شويه حاجات، وبعدين اتجهت للفوتبول، بعدين لعبت كوره نسائيه، والكوره النسائيه كانت ساعتها بادئه بالعكس، يعني هرم مقلوب، فدخلت منتخب. بمعنى ايه؟ يعني كان في الاول منتخب وبعدين بقيت في انديه. اوكي. عكس المعتاد. عكس المعتاد. ده كان مع سحر الهواري صح؟ مع دكتور سحر. كانت ساعتها الحقيقه كانت بتبذل مجهود قوي ان احنا بيكون موجودين ما بين افريقيا، لان افريقيا كانت متقدمه عننا بسنين. وطبعا العالم، يعني بقيه العالم العربي جزء منه، هم الامارات والمغرب وتونس وكده. بس بعد كده بقيت حكم، دخلت التحكيم صدفة كده، وبعدين طلعت أقول على الدفعة فاتبسطت قوي، وابتديت بقى الموضوع ده. طبعا كان أول انبساط. ليه سبتي أصلا اللعبة نفسها وقررت إن أنت تخوضي في حتة التحكيم؟ أنا قعدت شوية كتير وأنا بلعب كنت حكم، بس بعد كده كان في القوانين بتاعت الاتحاد الدولي كانت بتمنع إن أنا أكون لاعبة في نفس الدوري اللي أنا بحكم فيه. طبعا، وده منطقي جدا. طبعا. بس وموضوع الحكم كنت انا معجبه جدا بشخصيه الحكم، الحكم ده كان حاجه يعني حكم طول الوقت بصراحه حاجه مهمه قوي، يعني يقدر يطرد اي حد، يقدر يبقى عايزه نفتري على الناس، نفتري على ندوس على اللعيبه. لا لا، بس هو كان يعني شخصيه بيبقى قويه، وبيبقى هو ده يعني كل السيطره من ناحيته، وبيدي حق للناس، وهو بيقدر يظلم حد او ما بيظلمش. انا ببقى شايفه ده طبعا كلاعيبه، يعني ببقى شايفه ان قد ايه دور الحكم مهم جدا في الملعب، ان هو يبقى كمان بيهدي اللعيبه، يعني هو اساسا مسؤوليه الحكم الاساسيه هو انه يحافظ على اللعيبه، يحافظ على سلامه اللعيبه، وحتى الجهاز الفني، حتى الجمهور. يعني من اساسيات الحكم ان هو يحافظ على سلامه الجمهور مثلا. لذلك هو يقدر يلغي الماتش لو شاف ان في اي حاجه مشكله حصلت، يقدر يلغي الماتش. فكان بس كنت مبسوطة جدا بالموضوع ده، ودخلت التحكيم، وطبعا من ساعتها بقى وانا كده مش عارفة. من ساعتها وانا كده. وانا كنت زي ما انتم شايفين كده. بس هو مشوار، يعني ممكن يكون الناس دلوقتي بتتفرج تقول لك ايه ده غريبة، بس هو حلو اكيد. انت برضو يعني حياتك كانت مختلفة، الحاجات اللي مريتي بيها، الكواليس جداً. يعني اكيد مختلفة عن اي حد يعني. جدا. اولا انا عايزة اقول لك ان انا الناس لما بتيجي مثلا تقول لك، يعني هو نفس الافكت بتاع ان انا رائدة فضاء، يعني لما بقول ان انا حكم دولي كرة قدم ناس بتبصلي كده. بتهزري طبعا. طبعا. وفي ناس تبقى عارفة اسمي بس مش عارفة شكلي، يعني ممكن تقول لي انا شفتها قبل كده، دي شفتها، بس هم مش قادرين، يعني ما بيبقاش عارف ان انا.